نهضر فيك، نهضر على ختان البنات. نعم، واش ختان البنات كاين في السنة ولا ما كاين في الشريعة الإسلامية ولا لا؟ كان بكري شارع واش الإسلام كاين ولا ما كاينش؟ كاين بكري. واش قال الرسول على ختان البنات؟ هذا ما متفقش معك فيها. ما كانش شي حديث، كان شي حديث؟ ما كاينش. لا ما كانش شي حديث. ولا عطيتو جبت لك لي حديث باللي كيقول باللي ختان البنات. عندك الرواندي، حافظ الرواندي، واش هو الدليل؟ اقسم بالله نشوف لك. واش حديث صحيح؟ حديث صحيح، ما عمرك تقول لي انا ضعيف. ايوا يلا وريه لنا. الو ما حدو يجبدوا لينا الرواندي. نعم. نقولها للاخوان ونشرح لهم اشنا هو البطر. نعم. البطر هو العضو المخصص اللي ماشي الاستمتاع، هو العضو الوحيد، سي لو سول اورغان دي ديو بليزير، يعني الوحيد اللي لا لا فهمت. الرجل عنده القضيب يستمتع منه ولكن كيبول منه. لا خليني ما كان ماشي معك، كنهضر مع المشاهدين. داكور. الرجل عنده القضيب يستمتع به وكيبول منه، حنا لا، حنا عندنا البطر. البطر هو اللي كتستمتع منه المرأة. الرسول كيقول لك المرأة اللي كتختن تكريم لها، تكريم انا وحيد لك، العضو الوحيد اللي كتستمتع. مع العلم فوائد الجنس كثيرة. أول حاجة كتستمتعي، حاجة تانية كتنجي هرمونات السعادة، كتحيدي لو ستريس، كتنجي قلنا هرمونات السعادة يساعدوا في النوم، كيمد في العمر، كيحيد لك التجاعيد، كتصغاري وكيساعد في الدورة الدموية، كينحيد لك نقص ضغط الدم، وا 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 حلاليس طويلة ديال فوائد الجنس. ما جاوبتينيش، واش عندك حديث كانت صحيح؟ وا كاين هو يجبدوا لك الأخ. وريهني الدليل. هو الأخ هيجبدو. وا جبدوا لي. ما كانش حديث صحيح. ما كاينش، ولكن هتعتذر. إلا كان هتعتذر. لا لا أنا يعني نتفاهموا، الدول اللي كتبراتيكي هذه العملية هي الدول اللي كاينه في لو سود تاع افريقيا، وما الدول العربيه ما كيبراتيكيوهاش. ما فراس بانه كيديروا في مصر وفي موريتانيا وفي الصومال في اقاليل وفي نيجيريا. ما فراسكش في المالي في الصومال كانوا يديروها، ولكن باقيين كيديروا اليوم هذا في مصر. ولكن واش المغرب كيديرها؟ حنا كنهضروا على الشريعه الاسلاميه، ما كنهضروش على المغرب. المغرب واش دوله سنيه ولا لا؟ واش دابا حنا شوف، حنايا دوله دينها الاسلام ماشي دوله اسلاميه. حنا دوله دينها الاسلام، متفق معك. نعم. دينها الاسلام ماشي دوله اسلاميه، حيت فاش كنقولوا اسلاميه هي الرايه الكحله. واش المغرب كيطبق الشريعه الاسلاميه ولا لا؟ الرواندي ما لقيتيش، وقلنا نقلب عليه. حيت كاين عندي، كاين عندي الله يهديك. حديث صحيح ما كاينش في هذا الموضوع. حديث صحيح ما كاينش. شوف لقينا واحد الحديث قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة وهي الخاتنة، نعم، اشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج. وهذا حديث ضعيف يا أخي، هذا حديث ضعيف وليس بصحيح. هو لقيته انا هو نور نعطي ليها الرواندي. نعم. ان قال لك الرسول، لا ماشي بلاتي، قال لك ان المراه كانت تختن بالمدينه فقال لها النبي صلى الله وسلم فان احضى للمراه واحب للنعل. قال لك الشرح، الختان مطهره للرجل ومكرمه للنساء. خلاصة الحكم صحيح، تخرج خرجه أبو داود وابن عدي وهو أنوريه لك. نعم، ها هو حديث صحيح. حديث صحيح داكور. هذا صحيح البخاري. هذا أنت من أهل السنة؟ نعم أنا من أهل السنة. ثلاثة واحد موسى كينا هنايا. هو حديث صحيح. نعم. الرسول كيقول لك تكريم. ايوا دابا نتايا اتفقنا على واحد القضيه انا وياك من الاول، بانه ختان المراه انا ما فهو ختان المراه فهو اعتداء في حقها.
اعتداء في انتقم حقها. نعم انتقم نعم. ورسولك كيقول لك مكرمة للنساء. هل سمعتيه بأذنك؟ صافي وليد، دابا لا كتسمع لا وش وكتضربوا لا بالسنة. لا 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 ما كنضربش سنة. والسنة سمع، السنة وش هي؟ السنة وش سمعته هي؟ سمعته بودنيا. وانت سمعتي؟ انت لا سمعتي لا فاش لا نزل عليه جبريل؟ لا واش سمحي لي واخا واخا واش انتي هذا السنة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كاين حديث ضعيف كاين حديث صحيح، متفقة معايا ولا لا؟ ياك واش الأقوال مين كيجيو؟ من الصحابة. شكون اللي كان يسمع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة ديالو. واش دابا بغيت تقرينا كيفاش وصلونا للأحاديث ولا شنو؟ إيوا كيوصلوا الحديث. ما شكون اللي تعرف. قال لي بلي هذاك الحديث بلي صحيح؟ وحق ربي واللي كطلع زعما من أهل السنة ولا من كطلع أهل وكتقول أنا السنة. مسلم سني، شو وليتي كتشكك في السنة؟ لا ما كنشككش في السنة، ولكن هذا اجي يا صامت، أنا قال لك إنسان. بيجي يجي هذاك اللي قال لك هيجي يقول لك نعم حديث أنا صحيح. إنسان. لا لا أنا ما بتفقش معك. المسلم السني صامد يعترف بمشروعية ختان المرأة وإباحتها في الإسلام، الذي يعتبرها تكريما لها، كما جاء في تفسير الحديث أن الختان مطهرة للرجل ومكرمة للنساء، وفيه تخفيف لحدة الشهوة عند النساء. انت دابا كتقول لي كيختن راه بحال راه شاد كل واحد يختن، لا فيه هي كتشوف من الام انها راه عندها زياده، ديك الزيادات هي اللي كتختن، الا ما كانش راه ما كتختنش، ليس واجبا فهمتي، حيت هو اصلا راه مساله راه صحيه، فالطب الان هو الطب راه هو اللي كيقرر واش غادي تختن ولا ما تختنش، ماشي واجب، ماشي قال غاشد لي تزادت ليش، لا ماشي واجب، يعني ولكن مشروع. انا الى الى شد الى ختم الى ختم ولا شي وحدين ختم، ما تيش اسره شافت ان البنت عندها زياده وخت ليها، راه ليس عليها شيء، والا ما ختمش راه ليس عليها شيء. نعم مساله شكرا طبيه، شكرا مساله طب. راه شكرا. دابا شوف هذو اش كيجيو اش كيديروا لكم، كيمشيو يجيبوا لكم شي مسائل فقهيه، وهذيك المسائل الفقهيه راه درتي ما درتيش كيشدوهم وكيديروا لك فيها يبنيو عليها قبه باش يبان الناس شو هذا الاسلام هذا اش كيدير، لا راه داك الشيء ما كاينش. يعني كيحاولوا الختان على يبنوا الجامع. الرجال، الختان على الرجال واجب، اما على الاناث راه مستحب، اللي ختنت لبنتها ختنات، اللي ما ختنش راه ما على النبي عليه السلام. انا متفقش. انسان، سمعي سمعي، انا انساني بهذا الاخر، صوقي الشيخ هذا مسلم الحديث لا يمت للانسانيه بأي صلة. وقولها لرسولك، قولها لا لا لرسولك، شكون قولها اللي قال لك لرسولك بلي اللي قال لك رسولي؟ فيها التكريم. شكون اللي قال لك بلي رسولي قالها؟ حديث واش صحيح. كنتي معاه انتي حضرتي المجلس من قالها حضرتي؟ واخا انت يا تؤمن بأنه محمد نبي الله أنا رسول الله، أؤمن بأن محمد نبي الله كنت معاه فاش والله نزل عليه العظيم الوحي؟ لم أكن ولا متيقن منه. كنت معاه؟ لا ما كنتش ايوا، هذيك معاه. الطريقه باش وصلتك بانه نزل عليه الوحي هي الطريقه باش نوصلنا هذا الحديث. لا ولكن الأحاديث شكون اللي جبد التواتر التواتر نعم، ولكن الأحاديث شكون ولا اللي جاب وليتو كتغربلو كتاخدو اللي بغيتو؟ لا واش الكعبة شكون اللي نزلها؟ هذا الكعبة نزلت. لا الكعبة شكون الحجر الأسود شكون اللي نزل؟ اش في حجرك باش لا كتضحكوا على لا روسكم لا بالحجر اسمح لي الأسود؟ اسمح لي، واش هذاك قال الحجر لك الأسود؟ لا واش الكعبة كانت ولا ما كانتش؟ قبل ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم واش كانت الكعبة ولا ما كانتش؟ هذا سؤال. دابا كيف يعقل رسولك اللي كتقول عليه انت هي جاء ليكمل الاخلاق مكارم كيقول الأخلاق لك، نعم. كيقول لك ختان المرأة الرسول ما قالهاش. تكريم. دابا نكرتي. لا الرسول ما قالهاش، ما يمكنش الرسول صلى الله عليه وانت وسلم، جاوب اسمعي اسمعي، ما يمكنش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكنش لا واحد الحاجة لواحد المرأة اللي هو عارفة بلي هذيك ضرورية للمرأة باش ودابا هو يبيع حالها. دابا انت شنو هو رأي ديالك في واحد كاين كح طفلة صغيرة؟ ها دركي كتقلبي لي موضوع وما كملي باش الموضوع. نعرف انت اش كتغربل من السيرة النبوية باش نعرف لا ويعرفوا الإخوان.
غادي نرجع انا لكم عطيتك الشيء، حديث ديال رسولك شكون قال لك بالله يدل الرسول صلى الله عليه كيدل وسلم، شكون قال المرأة. لك عندي الرسول حديث صلى الله صحيح، عندي عليه حديث وسلم ايه، صحيح. شكون صافي، قال لك الرسول واش صلى انت الله بغيت عليه وسلم، تضعفوه؟ اسمح بغيت لي لا اقطع، تضعفوه؟ شكون قال لك بالله الرسول صلى الله عليه وسلم ينكح المرأة مولا 6 سنين، يعني عقد عليها مولا 6 سنين ونكحها مولا 9 سنين؟ كاين روايات اخرين كيقولوا 15، كيقولوا 18 لعام. عطينا الرواية، عطينا الرواية، عطينا لا حديثك، عطينا وكاينين، حديث، عطينا حديث. ما عنديش دابا، ما عنديش، خصني ندخل في نتحداك، للاسف عطيني حديث خصني ندخل في تتقول فيه عائشة أنا تزوجني ب 18 سنة. نتحداك وأنا ركت لهم 20 مليون، 20 مليون ديرها لك فيرمون اليوم هاد سوسواغ. لا ما عطيني عنديش، هذاك والله نقدر تنصيفت، نبحث عليه، نصيفت نقدر لك نبحث 20 عليه. مليون ولا واخا 20 ألف أورو. لا بروشين فوا غادي نبحث عليه وغادي نجيبه لك وغادي نطلعه لك، بغيت متفقين؟ حديث كيما هي كتقول لك تزوجني النبي وأنا بنت 6 سنين ودخل بي وأنا بنت 9، جيب لي حديث. وعشرين مليون ديالك، متفقين، لا بروشين فوا عشرين مليون غادي نبحث عليه، لان ما عنديش دروك خصني ندخل في الاورديناتور ولا الاخر باش نبحث عليه ونجيبه لك ان شاء مرحبا. الله. بغيتي باقي تبقى صافي، كاع في اللايف وتمشي تبحث؟ انا ما لا عنديش دابا ما مشكل، نقدرش نمشي انا نبحث، ما انا عنديش دابا غير مشكل. اسمع كلمات لي اخوان، الشيء يعني دابا 20 كلمات مليون، الشيء، لا 20 بروشين، مليون. ياك العرض مفتوح، العرض باقي اوكي، مفتوح. تسمعوا اصح حاجة، القتال الختام كان في موقع الاسلام، سؤال وجواب. قال لك الحمد لله لا نعلم حديثا فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته او بناته بالختان، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ارشد امراه كانت تختن بالمدينه او لا تختن، يعني خدامه كتختن البنات، الى هو ما صفه يأمرش القتال الأهل ديالو المحمول. وخا غير بالختام خليني نكمل، ورسل غير خليني المرأة. نكمل عافاك، غير نعم نكمل واسجل النقاط ياك عافاك. نعم إلى صفة الختان المحمود، زعما كيفاش غيكون الختان زوين؟ وذلك فيما رواه أبو داود 5271 والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تخدم في المدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تلهيك فإن إن ذلك ذلك أحضر أحضر المرأة وأحب إلى البعل. البعل ولا أوكي، الرجل؟ أحب الرجل. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود، وفي رواية أشمي اسمعي، ولا تنهكي، والإشمام أخذ اليسير في الختان، خذي غير شوية ما تقطعيش بزاف، والنهك المبالغة في القطع. ويدل عليه أيضا عموم الأدلة الواردة في الختان كما في البخاري 5891 ومسلم 257 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان، الاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظفار، ونتف الإبط. وهذا عام في حق الرجال والنساء، يعني المسائل كاملة عامة في حق الرجال والنساء بما فيها الختان، إلا ما كان من خصائص الرجال كالشارب، يعني الشارب مستثنى في حق النساء. نعم وفي صحيح مسلم 349 من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بالصلاة. جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان، يعني الختان عند الرجل وختان الختان عند المرأة، فقد وجب الغسل. وفي رواية الترمذي 109 وغيره إذا التقى الختانان. وترجم البخاري في صحيحه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بهذه التثنية ختان الرجل وختان المرأة. بون، وختان الأنثى يكون بقطع شيء من الجلد التي كعرف الديك فوق مخرج البول، والسنة لا تقطع كلها البطل، بل ما جزء عارفين. منها، يعني السنة هذه سنة نبوية، يقطع جزء منها. الموسوعة الفقهية 1728. وقد ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية، قالوا بوجوب الختان الشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبهم. والمذهب المالكي؟ هل يقال هذا المذهب المالكي؟ وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس واجبا في حق النساء، إنما هو سنة ومكرمة في حقهن، يعني تكرمها بالختان. المذهب المالكي هنا اللي عندنا هنا في المغرب ما مذكورش. ايوه لا، ولكن واش غير الاسلام غير في المغرب؟ يعني هذوك ماشي لا مشكل، ما الإسلام كنا حنا عاد ممكن، مشكل. اسمح لي اسمح لي غادي غادي ويا اهل اسمح لي السنه اسمح لي اسمح لي وكاش، اسمح لي واش اسمح لي حنا غادي نجاوبوا واش اللي حنا المسلمين في المغرب ما تنديروهاش؟ ماشي هذوك الاخرين قالها ليهم شحال كاين الرسول. شحال كاين من مذهب؟ شحال كاين من مذهب؟ كاين 4. ربي هي 4 اللي كاينين، راه كاينين لا اكثر من 4. خليني ولكن 4 اللي معروفين، ما راه الحنفي كاينين اكثر من 4. 4 اللي معروفين. احنا المذهب المالكي ما مذكورش هذه القضيه هذه، ياك؟ هذوك المذاهب الاخرى مذكورين، يمكن مذكور، ها؟ ما غاديش نناقشك في هذا الموضوع.
ولكن اللي بغيت نفهم الحكمة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نطقها إلا كاينة شي حاجة من هذا ورائها، يعني إلا قال كاين ختان غادي نقول لك علاش. يمكن هناك كان هذوك لي كوين لي علاش لا معلاش كتضحكي علاش والله لا كمل كمل مالهم لي كوين مالهم لي ليزبيين. يمكن كان الختان باش ما يوقعوش في هذا في هذا الصوالح هذو اللي راهم واقعين دابا في هذا العصر ديالنا. يمكن يعني انت يا دابا اهل يمكن انا السنة، كنقول لك واخا واخا انا باش نتبعك في هذه الفرضية ديالك، انا كندير فرضية. يمكن واخا يمكن قلتي دابا انت يا الحكمة يمكن ديال كان الرسول، الحكمة ديال الرسول هو انه يتقطع عليهم باش ما يوليوش عنا لي كوين لي ليزبيين ولا السحاقيات ولا المثليات. نعم يعني بحال دابا انت كتقول هذا العضو تاع الكليتوريس خدام فقط للمثليات، كيستعملوه غير المثليات، حنا زعما لي انا ايتيرو اللي كيعجبنا القاضي ما كنستعملوش البطر. لا انا سيدي سمعوا الرجالات المغاربه دابا عرفتي علاش عندي الحقد على الرجاله تاع غير المسالمين، سي ما ديفيرون عارفينش بانه البطر هو اهم عضو عند المراه. راه ما عندنا ما نديرو بداك القاضي ديالك الا ما عرفتيش انا تستعمل ما اللسان ولا اليد باش تحفز البطر. لا فهمنا، ولكن انا كنقول لك يمكن، انا ما قلتلكش الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ولا ما قالهاش، انا كنقول لك يمكن ومن وراء هذا الشيء كامل كان حكمة. عرفتي شنو هي الحكمة؟ قال لك الحكمة، قال لك الختان مطهرة للرجل ومكرمة للنساء وفيه تخفيف لحدة الشهوة عند النساء. بغاو ينقصوا الباباكة بنت الحرام الشهوة اللي عطاك ربي. عنده الصح ان المرأة عندها 99 شهوة والرجل عنده واحدة. ايوه انتوما عندكم واحد الشهوه وكتنكحوا 76 الف حوريه وحنا شادين النوبه مع ديك الحوريه، انتوما عندكم واحد الشهوه وكتنكحوا ربعات العيالات وما لا يحصى من ملكات اليمين، وعندكم واحد الشهوه وحنا عندنا 99 وكنكحوا واحد الراجل. فهمت السطا؟ انت هكا تتزوجي وتطلقي وتزوجي وتنكحي عشرات من شكون الرجال قال لك انا كنتزوج ونطلق ونتزوج ونطلق؟ فين شتيني؟ تزوجي وطلقتي غادي تنكحي واحد اخر وهي غاديه. وشكون قال انا؟ شكون قال لك انا ما بقيتش كاع بغيت نتناك؟ يلا انا ما بغيتش باقي كاع الرجاله. ايوه انت يلا حرة. انا عندي انا بغيت غير سكس توي، الله يعمر لي حسن من العريبان. سكس توي قاضي انت الغرض. حرة، انت حرة. اش كتخربق 99 شهوه والرجل عنده واحد الشهوه؟ مين جبتي هادي اختي هنا؟ لا لا لا، في النقاش ديالك ملي كطلعي في اللايف انا شفتو. انا راه كتقول كتخربق يا اخي، راك تخربق. لا ما كنخربق دابا والله، انت هي قال لك سيدي شوفوا سمعوا الرجاله اللي كيدافعوا على الدين، سمعوا قال لك انا كيختنك الله الله دابا ودابا انا ما فهمتش الا هو فيه تخفيف للشهوه، علاش الله اصلا داروا فينا؟ ما يديروش فينا اصلا من الاول الا هو قال لك تكريم للمرأة وتخفيف للشهوه ديالها انها تقطع، ويا ربي ما ديرهاش فيا من الاول. انا كنمشي علاش معاها تديرها فيا ومن انا بعد كنمشي انا معاها شدوا مكوبي والالم ونبكى والدم ويتنفخ لك داك الشيء وما تقولي انا تبولي كنمشي معاها يحرقك. القضيه اللي واش انت داروها لك في المغرب؟ اسمحي لي، واش انت داروها لك في المغرب؟ لا واش متفقه معايا واش داروها لك؟ لا دروك انت كتمشي من هذوك النقط اللي نيجاتيف اللي كاينين في الدين وكتمشي يعني كتعترف بانهم كاينين لا نقاط نيجاتيف في لا انا الدين. كنعترف الدين ماشي معصوم من الاخطاء، راه كاين النقاط اللي ما متفقش معاهم. تعترف بانه لا في الدين كاينين نقاط كاين مغلوطه؟ كاين، ولان انايا ما رضا كنتش في العصر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وما سمعتهمش، ما سمعتوش بودنيه، هذه وحده. ثانيا واش انت كتاخذ بالسنه ولا لا؟ قال لك شوف اللي كيكفر بالسنه فهو كافر، راه الا كتكفر بالسنه راك بحالك بحالك. لا الرواندي، الرواندي اللي كيكفر بالسنه النكراني كافر كافر. لا اكفر بالسنه اختي. وما هو جزاء الكافر؟ انا شوفي الدين، الدين واش السنه؟ واش السنه نازله قران سنه ولا هما احاديث اللي منقولين؟ عرفتي انت اخي اخي واش هما انت احاديث عندك منقولين؟ شوف يا عزيزي، انت اول حاجه مسمي راسك اهل السنه. انا اهل السنه نعم، وكتضرب في السنه. لا اضرب في السنه، انا مالك كنقول لك قدام كتقولي واش كنتي معاه؟ اختي واش انت ما اختي كتاخدش القران نازل، بالسنه؟ القران معصوم،
شأن القرآن منزل ربي حافظه، راه راه انت السنة وقيلا انت اول واحد اللي بيزعزعني، واحد الانسان أنا والله ما كيقول لك زعزعت. اهل سنة، كيمسمي راسو اهل أنا سنة أهل السنة، وكيقول لك يتبع السنة أنا وكيقول لك كنتبع لا ما السنة، ناخدش بالاحاديث الصحيحة، فهمت ماشي الصح؟ ما ناخذش من الأحاديث الصحيحة. أنا كنقول لك هذا الموضوع اللي جبتيه تاع خيتها المرأة، هذا موضوع للنقاش. واش حنايا كان براتيكيوه في المغرب؟ هذا هو السؤال ديالي المطروح. واش حنا في المغرب واش كان براتيكيو دولة في اول إسلام، فترة واش الحياة؟ سمحي لي، واش دولة سنية المغرب ولا ماشي دولة سنية؟ واش واخا المغرب انت كتسولني واش المغرب دولة سنية؟ يعني أنت كفرتي كاع المغرب، اهل السنة، كفرتيه اهل المغرب، السنة، اهل المغرب السنة. كفرتيه. أوه السؤال ديالي، الشريعة الإسلامية ما حكم السارق؟ قطع اليد هو حنايا كنطبقوا عندنا في ما المغرب؟ كنطبقوهاش. هو ما تبقاش تقول لي المغرب، والشريعة الإسلامية، واسمحي ما لي، تبقاش واش تقول لي وانت المغرب. تقول ها هو الرواندي قالها درك، انا كفرني لانني ماشي ما بتفقش مع على هذه النقطة هذه. لا شوف، قال لك غير المالكية ماشي واجب عندهم، ممكن يكون ماشي واجب عندهم، واخا، غير ماشي ولكن واجب، الآخرين عندهم واجب، انا بغيت واخا داكور، ولكن انت المالكيين ما جرموش ما ما فيها. جرموهش، متفق نعم معاه. ولا ولكن بالنسبة للمغرب، المغرب كدولة إسلامية، كدولة إسلامية سنية، أهل السنة، أهل السنة. سولتي الرواندي فاش قرا لك الحديث وأعطاك التفسير ديالو، قلتي لي وعندنا حنا في المذهب المالكي لا معناه، صافي بوان فينال. دابا قال لك أنا متبع المذهب المالكي، أنا ما متبعش المذاهب الأخرى، سمحي لي أختي. دابا قال لك المذهب المالكي ما مفروضش، ولكن سي با انتيردي، تقدر ديرو. داكور، ولكن بغيت ترجعي للنقطة تاع ما الرواندي اللي جرموش، تقصيتيه. ما جرموش، ما جرموش، وهذا متفق اعتداء في معاه. حق المرأة، اعتداء في حق المرأة. دين كيكره المرأة، دين لا كيكره لا المرأة. أختي، هذا الدين لا يكره المرأة، الدين الإسلامي لا يكره المرأة. اش لينا؟ كرمها، المرأة كرمها. المرأة كرمها، علاش الدين كرمها الإسلامي؟ ها؟ كرمها كرمها. المشكل اللي عندك انا شرحته لك هو ان الزواج ديالك انا راجلي اللي قال لي تحتي في واحد الراجل، انا تحتي في طليقي، واحد انا الراجل طليقي، يعنيتي معاه. انا ايش شرح لك واحد، حاب تشرح لنا. انا دابا طليقي، انا طليقي، اش دار ليا طليقي؟ هو اللي قال المسلمين راه خاصكم تختنوا لهاد السيده. انا طليقي هو اللي قال لكم راه الاسلام هو يمكن لك تنكح فيه الطفله الصغيره. انا راجل مون اكس ماري، الطليق ديالي هو اللي كيقول لك العبوديه، وكيقول لك اغتصبوا النساء المتزوجات، واغتصبوا النساء، وكيقول لك خاص النساء يتباعوا في السوق عورات. انا هادشي كلشي هو طليقي اللي داروا ليا، انا طليقي كلشي هو اللي دخل ليا هاد الافكار. ما هادشي ما كاينش في الاسلام، سبحانك يا رب سبحانك. انا طليقي هو اللي قال لي راه كاين النكاح، وقال لي راه انت غادي نغتصبك وخاصي تقطع لك هذاك الكليتوريس ديالك. طليقي 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 طليقي. سير اخي سير، جماعات نكران، جماعات نكران. لا ينزل كاش تناقش، واش هذا مسطي هذا مزعزع؟ واش واحد غير هو، وي غير هو ظريف، يعني كيناقش بأدب. هو كيناقش إلا لكن إلا إلا ما كاين شي حد آخر ممكن يطلع سيري سيري. والرواندي اش تقول الموضوع؟ الرواندي واش هو كيقول لك انا سني وكيقول لك الاحاديث صحيحة كنتي معاه؟ فوالا، لان اذا حتى في ديك الصلاة وداك الشيء كامل راه ما كنتيش معاه، اذا ما مفروضاش عليك الامور الاخرى حتى هي، راه ما كانش معاه. الا هو دابا كيصوم باش عرف ان الصيام كاين، ما كانش مع النبي، ما شافوش كيفاش كيصوم بكل بساطه. ومن غير هكاك الرواندي تصور، شوف بكل وقاحه كيقول لك الحكمه انك تقطعي، يتقطع لك البدر ديالك الكليتوريس، حيت باش ما يكونوش عندنا السحاقيات، ما يكونوش عندنا لي ليزبيان. بحال دابا حنايا لي ايتيرو ما كنستعملوش الكليتوريس. اش هاد لا لوجيك؟ اش هاد لا اذا لوجيك؟ كان الله يخلق المرأة بلا كليتوريس، ولا يخلقوا ليها صغير بلا ما تعذب. راه شفتي واحد الفيديو تاعت واحد البنت مصرية ختنوها في المزبلة في زيزوار؟ راه درت دورة حول العالم، ولكن شي 6 سنين هادي بنت صغيرة مسكينة شدوها باها وامها وشي واحدة اخرى وختنوها في مزبلة في زيزوار تاع جيليت.
ميرسي. الى الله كيقول لك تختان المرأة فهو تكريم وتخفيف للشهوة كما قلتي على رواندي، ما خلقناش بهذا الكليتوريس، خلقنا بلا بيه.